السلام عليكم ورحمة الله أعزائي، كدرتوا بخير؟ لاباس عليكم. هنا أنا دوكا جيت نشارك معاكم العجينة ديالي، العجينة عجينة خبيزات، وغادي تشوفوا معايا الطريقة ديالي كيفاش كنعجن. يلاه هانتوما كتشوفوا، بقاو معايا. I'm
كيدرسوا بخير، صحيحة على خير، كلشي في امان الله. لاباس عليكم. اليوم جيت نشارك معكم العشاء ديالي. حيت جاي عندنا واحد الصديق ديال راجلي عزيز عليه بزاف وعزيز على العائله كامله، راه بحال الاخ ديالو، غادي يجي من المغرب. ودابا غنوجد العشاء وغتشوفوا معايا هذا الشيء، وعاديه ماشي شي حاجه كثيره، من المهم انتم معايا. انا غنوريكم بسم الله على بركه الله. بعدا ندير هادو ليكم باش ما بقاش صبتهم على عطريه، كتبقى في الصبعان وكل شيء. والموسيقى طبعا غتقولوا لي طلعتي، غتقولوا لي طلعتي لنا في الراس بهذه الموسيقى ديالك، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله. الا ما عجبتكمش كتبوا لي في التعليق ما نعاودش نديرها. داكوغ، ندير شي موسيقى اخرى ديال لي جون شاد بيبيا اللي بغيتو. لك انا عمري لك يا من ملك روحي بهواه. شكون كيبغي ميا ديال الحناوي؟ يلا قولوا عليا. يلا الماضي لك وبكرة لك وبعد لك. انا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما ضاعك؟ ولا انكتب على القلب نارك؟ يا الله بسم الله على بركة الله. يا سيدي يا انا ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنكمة هذا الحفل مياد الحناوي. ماشي شي حاجة هي ماشي ديال الفقرة على كل الحبطة معايا، راه غير ما نديرش غير بحال هكا شوية كاسولة وداك الشيء. ما كما قلت لكم المرض اللي خلاني بحال هكا شويه كنعيا وداكشي، ولكن راه ما كنت في الاول ما كنتش كنعيا، كنت بحال داك اكتيف مع العصب وداكشي، كنت كنردو في الشهر ديال الدار. ولكن كترجع شكرا ماما اللي علمتينا الطياب من الصغار، واخا كنتي كتقولي لنا عرفتوا على فكره ملي كنا كنطيبوا في الصغار انا واحد اختي كبيره مني، تحيه اختي سميره، وكنا حنا بجوج اللي كنا كنتعلموا الطياب صغار، حيت في الحوم كنبغيوه، وكانت ماما كانت تزيدنا نطيبو صغار، عجننا صغار، واخا كنا في المدرسة. وأنا وحدة خوتي ملي كتكون عندي نفط خز، كنت كنجي كنلقى الوالدة بحال دابا خاصها شي حاجة في الدار، إما تصنعينا تنطرطرو ولا توجد الغداء ولا خاصها خبيزي تعجن، كنعجنو لها ولا نطرطرو ولا نمشي علمتنا بكري. أنا 11 عام كنت كتعجن الخبزاوي الخوف ديالي وكل شيء، ولكن كيبقى مزيان هاد الشيء كلشي تعلمناه من الوالده. تحيه ليك ماما، كنبغيك بزاف. باش خوتي ميبقاش فيهم بحال خواتاتي كاملين، تحية ليهم كاملين خواتاتي من الكبير للصغير، وخويا تا هو كنعطيه تحية بحكم لينا حنا ستة البنات وولد. فوالا دابا دات الحينة بسم الله على بركة الله، و كدا غنخلط كلشي ونخلي شوية نقدرو نطيبو، ماشي هداك الخربيق ديال السنة هادي تقلا ولا ما دايرة، كلشي كيجي زوين. داكوغ، كنخايب غير بلاش، غير كما تشوفو غتشمو الريحة زوينة. صيلة وجدتها قبيلة وبعتها بحال سي توجور هيبة كي في دي كونغي طول طون إي فيان إي في دي كونغي كون جو فيلم كيسكو تي فو ملي عندك شي بنت موشا هيبة هادشي اللي عطا الله. دابا هيبة زيد بحال طون جاتو ثم طبعا راه معوصه
دعوه راه خربقتي ليا شويه اوبليجي دو فوق كوبو على الانتيريور وشويه دار ربي عم ربطتش ما كنقطعوش انا غير باش كيطلق البنا من بعد كنزولو كنسنى راه يجي ليا كاع الناس كندير شويه التصوير مع الناس وكنهبطو صافي على بركة الله ما عندوش حتى كل مهم زي راه الحال اليوم بسم والله السكين جبير دابا غندير درت الزار سكين جبير دابا غندير الطحون على فكره ديال ديك كلشي كنجيبو معايا من المغرب حنا يطحنو قدامي هذا اللي كيبيع على العطريه كيطحن حدايا كلشي واخا داك الطحون راه صحي على فكره ومن بعد عندي نواوي راه بسيليسا كيطحن هادي تا ولا كنجي عندي شي واحد كان شويه لحم كثير كندير واحد شويه راس المعلقه نواوي راه وقع قليلا واش بقى المهم الدائري ديالي كندير غير هاد شويه زوينه الطياب بحكم غندير اللحم بالبرقوق غادي ندير قريطه في الاول ضروري سهل هذا هو اسم الطياب انا عندي ومليحه بطبيعه الحال المحل اللي عندي راه ما تطلقش اصيرها ملي كتقرف زعما بزاف صافي هذا غادي تقاضى نكمل هنا مع الاخر زيت البوكيه زيت الزيتون كنشريها هنايا في ليدل باش ليدل ولا اي مكان زعما هنا كيديروهم غير باش نطيب غير نطيب حيت انا ما نعرفش نطيب انا ما نقدرش نطيب بلا زيت البوكيه ما نقدرش طياب كله بزيت البوكيه الله اكبر الله اكبر احنا مونسين ياك اوعدي ملي كتفت تعقل تعكس لك شي حاجه دابا عاد ندير زيت دابا شكوش غنخلي كنسخن شي بلاصتو ودابا غادي نخلط هادشي اللي كيفاش درت ليكو باش نقدر نخلط بيدي باش ما تقليش داك الخرطوم بسبعاني الا خرج قدام هنا كتعرفو هنا في الخارج في اي بلاصه حتى شي مره ما كتبغي تخرج في يدي عام مسخين داك يدي مخص سخين بالعطريه والخرطوم كيبان في يديك سا سخيفا سي با سي با جولي سي با بو ياكو دابا غادي نصب ليها هذا ديالها الصلاة وداكشي ديالها عطرية ديجا راه صلطت الروز باسماتي باش ندير به اون سلاد دو ري ومن بعد غندير اون سلاد نورمال السلطه ديالك يكون فيها كلشي وخصكم معايا من بعد ايوا بقى يكون لي ديسير طوماط شي حاجه كلها غير في اللي بغا على فكره اليوم راه حنا اختكم ما تغداتش حيت انا دابا انا في القايده كان غير كنفطر ما كنفطرش بكري والله الغدا ما كنتغداش حتى كيجي راه شي وليداتي فقط غادي السيد دابا في الليل غادي ناخذ غير نشرب غير شي كويزه شي قهيوه شي تخربيقه واخا غيتعطل دابا ما كناكلش معطل انا كنا كنا نغوص مع تمني فوالا دابا ما غاديش نتسنى حتى المواقف الا كان عندك الناس كثار داكشي كتصاوب الشامبي لا عطيتها وسكن ليها حتى تشرب من بعد ساعه ولا ساعتين من بعد عطيتها هذه دابا فين الحكم جاي الراجل ماشي مشكل راه على فكره حتى هكا كتجي مزيانه البنة كتكون في اليدين الله
دابا ها الخبيز خمر غادي نطرحوه قدامكم. انا غنمشي ندير له ندير فوسط لا لاطا بابي كويسون وهنا غنطرح الخبز. عارفه ما عارفه بيسات زعما والله العظيم اذا هنقول لكم الكوزينه اذا كانت تشد النهار كامل اليد على اختي شتو جور كذب عليك الكاذب اللي يقول لك ضيا ضيا اكثر شيء اذا كان جاي عندك شي حد ما حتى الا كنتي مع وليداتك راه تقدري ديباني شي حاجه الا كنتي عيانه ولكن الا عندك شي حد ضروري ومؤكد مهم والحياة تستمر. نسيت ندير ديك اللعيبة ديال الماء في الزليفة باش نديرها باش الخبز ما يجيش داير يجي الخبز محمر وتيحافظ على الطياب. هذه نصيحة خذوها من عندي. معنا عندي الفران زوين ان شاء الله انا كنرحل ما غاديش نخليه في الدار غنديه هو الميكرووند. عندي الفران زوين ما عنده ان فونتيلاتور وعنده واحد الفرفره ديكو انا ما كنقلبش الخبز ولا درت الكراطو ولا شي حاجه كندخل لو بلا كنخرجو عادي ما كنمحنش راسي. دابا غادي نتكلف بالشليطات ان شاء الله باش نسالي مره ونجلس اون فوا بوغ توت عاود نرتاح شويه ونعطي وقت عاوتاني
نجلس مع بنياتي ونقرا شويه هذا القران حيت عزيز عليا نقرا القران. هذا واجب كنرتاح فيه. المهم وجد دابا الشليضات وتما معايا. دابا اعزائي هاوريكم الخبيزه، خبيزه صغيره طابت هي اللي كتبع لكم. ها هي باقي شويه واحد ثلاثه كيطيبوا. دابا غنشارك معكم السلطه. لوغي بسماتي كيعجبني كيكون فيه داك لو زوين. انا ما درتكمش الموسيقى باش ما نصدعكمش، نشرف تقبلتي لنا الوان ديال الموسيقى ديالك. ان شاء الله بحول الله مع قوتي ومير مايس باش نخلي النص راس على الضياع. وندير طون كنحاول نصفيه باش ما يجيش فيه داك، واخا صفيتو باش ما يجيش فيه داك، واخا كجا فيه نديرو كل بالحق سيميو ماشي شي زيت زيت فيه، ولكن الا درتي بشويه داك الزيت ديالو كيجي بنين وما كيجيش داك الرز شاح. وي سي فري. ونزيد عليه كورنيشون هو ونخلط باش من بعد نحك فوق منه البيض فوق من الرز. ومن بعد راه عندي لي صوص اللي بغا شي صوص كيديرها، كاينه لا صوص ليجير، كاينه لا فينيغريت، كل شنو بغا يدير راه نحطهم في الطبله وياخذهم. الله تكون العشيوه ديالي ان شاء الله تعجبكم. دي فوا كندير حتى الجلبانه باش كدير ديكولور مي سي بو. والله العظيم راه صاصا غوطا كومبلي بلا شي شافة. هاهو باش منطولش كنحاول نزرب ومن بعد كنحط نحط فوق منها البيض مسلوق. هاهو مع دابا كاين البرد، راني حليت البالكون بورتفوليو اللي كيخرج عندي الكوزينه باش يتهوى شويه الكوزينه حيت سخنات مع الفران والبوطا ولا هنا بحال الحمام. راني عسلت البرقوق وعسلت لي زافيكو هو المشماش. انا كان فعلا كندير لهم الماء والسكر في الاول كيطبخوا باش كاين منهم كيطيبوا منهم كيشربوا السكر، مي كندير السكر ناقص. علاش كنديروا ناقص؟ من بعد ملي كنشوفوا صافي شرب داك سميتو كنزيد عليه القرفه وندير معلقه كبيره ديال العسل وكنخليهم يتعسلوا كيجيو رائعا. وقطيره ديال المزهر تيجي فيها واحد النسمه رائع. ما شهيتكم ومرحبا بكم. ها لا سلطة ديال لوغي واجدة. ومن طوالي كنقرا الخبز باش نشوف غنمشي تحرق. ها هو دابا هادي واجدة من بعد غادي نفيلميها بلو فيلم اليمونتير باش تبقى على ما يجي السيد. ونخليها هنايا حدا البوغت فونيتر كيضربها باش ما تسديش، يضربها لهنا باش ما ت دابا حكم كاين البرد ما كاين مشكل. يلا ملي كنحس كوجدي تيقمشو بالقطور. وهي اللي تيقول لك زرت عطل
كنبغي نزرب باش ما نطولش عليكم داكشي علاش. هاهي وجدة إيه سيفيني طوالا صارت دوري ودابا أراك شوية هادو الخص هاهي ما شهيتكم ريحة المريقة كتغزال نسيتها ما نقطعش داكشي علاش. على فكرة الخص لا سالاد دو فيرت تقدري ديري فيها الفواكه الجافة وكتقدري ديري فيها لي فري بحال العناب بحال التفاح اناناس كلشي كيجي فيها زوين. دابا انا غندير فيها اللون غندير فيها الرمان باسكو سي لي سوق الرمان هذا باش تما ماكلاوش يا الدراري كتعرف ما هو صحي حتى تما ماكلاوش الدراري ياكلوه في لاصالاد فوالا ها العنيبات هما المايس أبخي هنا عندي الرمان غندير فيها لي طوماط سوريز مع شنو هي بالعربيه ديك المطيشه الصغيره كتجي زوينه ما بين فيها الحموضيه والحلاوه كتجي زوينه في لي سالاد ولا انا درت معكم كندير فيها كنشحرها في المقله مع بصيله كندير بها لي صوص طوماط ولا شي حاجه كتجي زوينه بغيت نشوي ولا شي حاجه اللحم ولا هذا كنديرها من تحت ولا كنديرها من الفوق كندير زعما شويه من الفوق ها احنا جبنا الشطيبات ومن بعد كندير هاد الكمون ديال المكسرات نخلط فيه كلشي ها فين نوا داكاجو فيه اللوز فيه كلشي سمح ليا راه جاني واحد لابيل تقصا تقطع لي انا بغيت نوريكم فوالا فيه من تاع الريزان فيه تاع فيه حتى الزبيب الفكره ما بديوهاش فهاد لي سات حيت مع جاي عند راجلي مشى دار لي كورس مشى شرا شلاضة و لي فخوي و داكشي تقدا و جاب ليا لي كورس حديت و مغزلين فين غير يدينا باش نشوف لي مشيت حافظي خبيت وهذه حتى هي غنحمل من بعد غيبقى غير نحضر من بعد باش نحط الطبق النهائي ملي يجي متعشى ودابا احبائي الطبق النهائي دابا راه حتى من العشاء واخا شويه معطل حيت السيد يلاه نزل من الطياره بانوا واخا حنايا ما بعدش على المطار ديكو يلاه دخل ودابا نحط الطبق النهائي دابا هما تياكلوا لي السلطه وكلشي وانا نحط لهم الطبق النهائي وهانتوما معايا بسم الله
هزات اخوتي راني عييت الليل هذا انا ما تنقدرش نفطر بزاف راه يبان من الصوص ديالي تسالاو لي صافي من المهم نبقى في النفس تنعش بالليل من حكيت لكم حيت راني كندير صوفاج باش كنقص الدواء كنقولها لكم ونعاود باش دائما نذكركم بالحاله ديالي واخا كتشوفوني ناشطه مره مره ولا المهم كندير البوغاج ولكن قلت مثلا نعس كنعس ديك الساعه الصباح ولا الساعه ونص كنعس ساعتين ما كنعسش صافي واخا كنكون عيانه دابا ما عنديش نعاس ما تبقاش نعاس ويسون الطبيب قال لي الطبيعة في الحال مع الوقت دابا ترجعي تنعسي حاولت مع الدواء الثاني في هاد الساعة اللي كنعاود لكم باش كنتونس حيت بوحدي في الكوزينة وما كيتعشاو ايوا شني شفتو نهار الاربعاء قال لي ما تفرقيش دابا ترجعي تنعسي عادية ايوا كنتمنى الله دعيو معايا دايما كنقول لكم دعيو معايا راه الدواء ديالكم ان شاء الله كيكون مستجاب كيتجمع فوق 40 ديال الناس راه كيستجب ربي الدعاء ويشافي من كل هو مريض هذا الشيء اللي كاين دابا غادي ندير شويه ديال الرقوق كيما قلت لكم عسلته بالعسل وخلاص وقريفه وداك الشيء وفي واحد النكهه ديال المزهر درت معاه المزهر هو هذا الشيء اللي قدرني الله عليه في هذه الساعه والله يجيب الصحه والسلامه ونرجع ان شاء الله كما كنت علاش لا شويه ديال الغسيله هكا من الفوق كتجي شويه زوينه المريقه ديال كتجي زوينه شويه المريقه هكا ديال باش عسلت سميتو كتعطي مذاق زوين وغادي نبدا ناخذ مشماش وحيت خلص معاك حيت ما عنديش البرقوق زايد ديك وخلص خلطت المشماش وخلطت المشماش والبرقوق اختكم عيانه صافي الباتري ديالي ساله نضحكوا عليا المهم حتى المهم لا باتري اللي ديشارجي سي بون وبقى ليا واخا ما كنعش خصني نرتاح خصني نجبد نرتاح شويه وندير واحد شويه ميديتاسيون واخا قريت قبيله شويه القران وكلشي مي كما حكيت لكم ملي كنوصل لواحد الجهد الكوه ديالي صافي ما كيبقاش يستحمل خصني ضروري نرجع ايوا هذه دردشه وحنا منسين نعيط لبنتي تجي دير لهم التوصيل ودابا كما وريتكم هاني حمصت الا كيبان لكم داكري كاع غنديرو فوق المشماش حمرته شويه واخا ما كيبان لكمش ها هو كل مشمشه ندير عليها الكركاعه ندير كل كركاعه ندير فوق منها نديرها فوق مشمشه تيجي مذاق زوين ايوا على بالكم على خبركم حنا هنا في المغرب بعدا انا وليداتي وعائلتي كلشي اللي هنا واخا حكم لا في اوروبا شحال هادي عايشين عايش هذا المغرب زعما في الماكله والشراب والتقاليد والطقوس كلشي ما خلينا كلشي باقي معنا كنعيشوها هنايا طاحت واحد الكركاعه ما كتبتش ايوا لا لا تكونوا دابا نتوما نعستوا واقيلا انا مثلا من هذه الكوزينه وهذا لويزات ها هما لي زاموند افيلي حتى هما درتهم في الميكرون شويه باش قرمشتهم وصافي هذا هو الطبق النهائي ان شاء الله يكون يعجبكم وديروا بحالو في الحقيقه كيجي كيشهي فوالا هذا مكان غادي نوريكم باش تشوفوا
كيفاش نمسح شويش كابيت الكاتيت اللي هو البابيت ما تجيش نمسحو الطلب شنايفو ما يجيش الشومه دابا غادي نجيب لكم نزيد الكاميرا التبسيط باش تشوفوا هذا الطبق هانتوما قولوا لي كي جاكم هذا الشيء هانتوما الهلاي حشمنا ايوا الهلاي حوجكم واش غنقول لكم ليله سعيده وتباتوا في رحمه الله وان شاء الله عاوتاني حتى الفيديو الجاي يلا تصبحوا على خير بوني